نتحدث اليوم عن أوضاع فئة من المجتمع أحيانا يقع تناسيها، خاصة زمن الأزمات. نتحدث اليوم عن أوضاع فئة من المجتمع أحيانا يقع تناسيها، خاصة زمن الأزمات، وأحيانا ينظر إليها وكأنما هي غير موجودة بتاتا، رغم كون عددها كبير وكونها تمثل نسبة هامة من المجتمع. هؤلاء هم من يشار إليهم بأصحاب الهمم أحيانا وأصحاب الاحتياجات الخاصة مرارا أخرى، هم أصحاب الإعاقة. هؤلاء تختلف التقديرات بخصوصهم في تونس، بين أرقام رسمية تقول أن عددهم 240,000، ولكن هذا التقدير يعود إلى إحصاء السكان لسنة 2014 وإحصاء قديم. تقول السجلات الرسمية أن نسبتهم من المجتمع 2.2%. هذه التقديرات تختلف عن التقديرات الدولية التي تقول أن في تونس 13% من السكان يعدون من أصحاب الإعاقة، أي حوالي 1,000,000 إن لم يكن أكثر من الأشخاص. وذلك يتطابق مع تقديرات منظمة الصحة العالمية التي تقدر نسبة أصحاب الإعاقة بين سكان العالم ب 15%. الإعاقة تتجلى كل يوم بالنسبة لأصحاب الإعاقة في تونس. هؤلاء أصحاب الإعاقة إما ورثوا إعاقتهم من الولادة وحرموا من الحركة العضوية، أو كانوا من الصم، أو كانوا من الكفيف، أو هم يعانون من إعاقة نفسية أو ذهنية. الإعاقة تنتج عن الأمراض أيضا، تنتج أيضا عن الشيخوخة، وفي مجتمعات تسير نحو التهرم تصبح الإعاقة أمرا لا مفر منه ولو بنسب مختلفة. الإعاقة أيضا تنجم عن أمراض منتشرة مثل مرض السكري مثلا. نسبة المعاناة من مرض السكري في بلاد مثل تونس تبلغ 20% من السكان، يعني أن المضاعفات التي تنتج عن مرض السكري قد تخلق إعاقات. وهناك الحوادث، سواء حوادث الشغل أو حوادث السيارات. حوادث السيارات في تونس ينتج عنها تقريبا كل عام 6,000 جريح بالإضافة إلى القتلى، وهؤلاء الجرحى منهم من يصاب بإعاقة دائمة. أوضاع أصحاب الإعاقة تثار في كل المناسبات وغير المناسبات. تثار في فصل الصيف عندما يشتكي أصحاب الإعاقة العضوية من عدم قدرتهم على دخول شواطئ البلاد لعدم وجود مسارات مهيئة لدخولهم، غير قادرين على الذهاب إلى المهرجانات لنفس السبب. وقد أشارت إحدى المنظمات غير الحكومية إلى أن أصحاب الإعاقة العضوية الذين يتنقلون بكراسي متحركة لا يستطيعون حتى الذهاب إلى مكاتب الاقتراع في على الأقل 45% من حالات مكاتب الاقتراع. هذا بالإضافة إلى الكفيف الذين لا يستطيعون التعويل على منبهات صوتية لقطع الطريق، لا يستطيعون هم وغيرهم من أصحاب الإعاقة النفاذ إلى شبكات الاتصال أو وسائل النقل العمومي أو ارتياد المرافق العامة. أصحاب الإعاقات العضوية لا يستطيعون صعود العمارات ذات الطوابق. إذن هي مشكلة مستشرية، والمشكلة تصبح أعمق عندما نلاحظ أن أصحاب الإعاقة هم أكثر عرضة للفقر والبطالة والأمية،
أي كأنما حكم عليهم المجتمع بأن يبقوا على الهامش. الحل لا يكمن فقط في التبرع والتطوع والمساعدة، ذلك أمر محمود، لكن الحل بين يدي الدولة وبين يدي المجتمع بمنظماته وبهيئاته الأهلية والمؤسسات المنتخبة، يكمن في السعي لجعل صاحب الإعاقة عضوا منتجا في المجتمع، السعي من أجل اندماجه والسماح له بأن يكون عنصرا فاعلا يمكن أن يعول على نفسه ماديا واقتصاديا. كنت أقرأ ذلك اليوم حديثا للسيدة روعة التليلي. روعة هي بطلة بارالمبية، يعني أنها تمارس رياضة أصحاب الإعاقة، فازت في ألعاب باريس الأخيرة بميداليتين ذهبيتين. لما سألها الصحفي عما جنته من كل نجاحاتها على مدى دورات ثلاث، قالت أن أهم شيء جنته هو أنها أصبحت بإمكانها أن تعول على نفسها ماديا. هذا هو اللغز الذي، الحل الذي يفتح كل الأبواب أمام أصحاب الإعاقة، كيف يصبحون يستطيعون التعويل على أنفسهم. يمر ذلك أولا بالتعليم، لا بد من جعل أصحاب الإعاقة قادرين على التعلم ولو كان ذلك التعليم مكلفا بالنسبة لهم، يعني لابد أن تتحمله الدولة وأن يتحمله المجتمع ولو كان يحملهما تكاليف إضافية، ليس عذرا أن ذلك مكلف، فلا نعين كوادر مهيئة أو مدربة لتكوينهم ولا نقتني التجهيزات لهم، ثم ولا نستبقيهم في المدارس. عدد كبير إن لم يكن الأكبر من أصحاب الإعاقة من الأطفال يهجرون المدارس، وذلك يجعلهم في المستقبل ويسقطهم بين براثم الفقر والبطالة. الطريق الثاني نحو تكوين جيل جديد يعول على ذاته هو تشغيل هؤلاء الناس. لابد أن نتخلص من الأفكار المسبقة التي تجعل الناس يعتقدون أن أصحاب الإعاقة غير أكفاء وهم مضي على الوقت وخطر على صاحب المؤسسة الاقتصادية. يقول القانون التونسي أن على أصحاب المؤسسات الخاصة وعلى القطاع العام الحكومي أيضا أن يشغل نسبة لا تقل عن 2% من بين موظفيه وعماله من بين أصحاب الإعاقة، ولكن لا أحد يعرف اليوم كم تم تشغيل من هؤلاء، وخشيتي أن لا أحد يأبه بمن تم تشغيل هؤلاء، وهؤلاء الذين لا يتم تشغيلهم لا حل لهم سوى أن يكونوا تابعين، أن يكونوا على عهدة أشخاص آخرين، وهذا هو الطريق نحو التهميش الذي يجب أن نحاول أن نجتنبه. الدستور التونسي ينبذ ويمنع التمييز ويشجع ويفرض اندماج هؤلاء الناس في بقية دواليب المجتمع، ولكن فرقا شاسعا ما زال يفصل بين القوانين والنصوص الدستورية والمعاملة الحقيقية. هناك دور بالإضافة لدور الدولة لابد أن تلعبه البلديات، البلديات لأن هي التي ترخص ببناء العمارات، لا يمكن أن ترخص ببناء عمارات غير سالكة لأصحاب الإعاقة، ولا يمكنها أن لا تتحمل مسؤوليتها في مراقبة أصحاب العمارات لاحقا إن كانت تلك المسارات ما زالت موجودة أو اختفت. هناك المجتمع المدني الذي يوفر في الواقع بصيصا من الأمل، إذ أن
هناك مجتمعا مدنيا في شكل منظمات وجمعيات أهلية تنشط بشكل متزايد، وهي بإمكانها أن تزيد في الوعي المجتمعي بضرورة المعاملة أصحاب الإعاقة مثل سائر المواطنين. مسألة معاملة هذه الفئة، فئة أصحاب الإعاقة، على قدم المساواة مع بقية المواطنين مسألة جوهرية. هي الفرق بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة، هي الفرق أيضا بين الدول الديمقراطية والدول غير الديمقراطية. الدولة الديمقراطية تضمن نفس الحقوق لمواطنيها وتضمن حقوق الإنسان للجميع.